انت وامها بالخير والبركه برضو. ابراهيم راجل. بعدين انت جيتي وعملتي اللي عليكي، متقلقيش ماما مش هتيجي تنط عليك وانتوا قاعدين ومتضايقكوا مع الراجل. ليه ده كله يا هشام؟ ليه عامل في نفسك كده؟ ليه؟ عشان مش عاوز اشوف حد. عايز اقعد لوحدي اماني مع نفسي. انا مبسوط كده. انا مش بتكلم على موضوعي دلوقتي، انا بتكلم عشانك انت. ليه تخلي مراتك سمر المجنونه تطلع على اسكندريه تعمل في نفسها حاجه وممكن تيجي تعمل فيك انت حاجه؟ مفيش حاجه في الدنيا تستاهل، مفيش اي حاجه تستاهل يا هشام. ليه؟ كفايه ما انت بتعملي. بعمل ايه؟ انا عملت ايه؟ ايه؟ كفايه طبطبه عليا وعلى كل الناس. كفايه طالما ما بتعمليش حاجه غلط يبقى اعملي اللي انت عايزاه. اي حد يعمل اللي هو عايزه طالما ما بيعملش حاجه غلط يعمل اللي هو عايزه. هنعمل ايه؟ طول ما احنا شايفين ان احنا بنعمل صح نعمله، علشان مفيش حد هيتغير يا اماني. مفيش حاجه هتتغير ولا حد بيتغير يا اماني. فاكر شريف؟ شريف الله يرحمه. شريف وصاك عليا، وصاك عليا أنا وعيالي، وعشان كده أنت وافقت إن احنا نتجوز حتى على الورق، صح؟ كفاية بقى، كفاية بقى يا أماني. أفضل أشيل في غلطات ناس غيري؟ أنا مالي، أنا مالي يا أماني؟ حرام، ارحموني بقى، ارحموني. كفاية، سيبوني في حالي بقى. أنا آسفة، معاك حق، معاك حق يا حبيبي، معاك حق يا أخويا، أنا آسفة. طب إيه؟ إيه؟ أنا بس جيت عشان أعمل الأصول. بس تصدق أنا بنتي سواء قالت لي كده، قالت لي يا ماما بلاش تروحي عشان هما في يوم اللي مكفيه، بس يظهر برضو ان انا زي ما انت بتقول كده مش فاهمه حاجه ولازم اطلع من اللي انا فيه ده. معاك حق، حابه ابلغكم بميعاد الفرح. ربنا معاك يا هشام، ربنا معاك. كريم يا ابني، يا ابني صارحنا بكل حاجة عشان نعرف نخلصك ونخرجك من المصيبة اللي انت فيها دي. كريم ما قتلش حد، ده ملوش في الليلة دي أصلا. أنا أسفة، أنا اللي جبتك هنا ووردتك في كل ده. مدام رشا، من فضلك اهدي، احنا لازم نفكر بالعقل عشان نقدر نلاقي حل للمصيبة دي. مازن كان بيحكي لي اللي بيحصل بينه وبين اللي اسمه لطفي، وكريم ما عندوش أي دوافع أصلا إن هو يقتله. أنا ما عنديش حاجة أقولها غير اللي قلته لبابا. كل حصل ده حصل بالترتيب من سعيد. وبعدين يعني يا سياده المستشار، هل انا بالغباء ان انا اروح اقتل واحد ويوم ما جت فينه في موقعي في الشغل؟ ايوه، بس مفيش اي حاجه تدين سعيد لا من قريب ولا من بعيد. كل علاقته بالموضوع انه شاهد على اللي حصل بينكم في الشركه والناس كلها شافته. ولا في حاجه تديني
الموضوع كله مسألة وقت مش أكتر. هما قاعديني بس عشان مش لين حاجة يمسكوها عليا. أنا طالع يا جماعة. تقلقوش. وإيش معنى يوم الفرح بالذات؟ تظهر الجثة والبوليس ياخد خبر، كأن كل حاجة مظبوطة بالدقيقة. اللي أنا عرفته إنها إخبارية لمخالفة مباني، ولما جم يحققوا فيها اكتشفوا بالصدفة الجثة موجودة في أرض المشروع. مش صدفة. مش صدفة خالص. الصدفة الوحيدة اللي جرت معايا كل الخراب ده إن سعيد ده طالع من نفس الأرض اللي منها أبويا وعمي. مش مصدقك. مش أنت. مش فضل الخول اللي يخلص بالطريقة دي. قوم يا فضل. قوم وطلع لسانك لنا كلنا وقلنا إنك كنت بتضحك علينا. طب قوم امسك في خناقي. بص اديني على دماغي وقولها لي كده في وشي. رجوعك لجميلة على جثتي عشان أرد عليك وأقول لك إن ده هيحصل برضاك أو غصب عنك يا فضل يا خول. قوم عشان أقول لك اللي في قلبي ناحيتك واللي عمره ما قلته. إنك أبويا. وإني حبيتك يمكن أكتر ما حبيت أبوي. قوم قول اللي في قلبك. اللي مستخبي في قلبك ناحيتي. قول إنك بتحبيني بتقدرني. وإنك عملت معايا اللي عملته ده كله علشان بتحبيني وعايز تعلمني. إيه يا فضل؟ تعرف بحبك وبقدرك قد ايه؟ لو تعرف انا كنت بتعذب قد ايه لما طلقتيني من جميله. مش بس عشان بحب جميله. عشان بحبك انت كمان وبقدرك. يا راجل. يا راجل ده انا اتجوزت هالة عشان افضل موجود في حياتك وتفضل موجود في حياتي. قوم بقى فضل. رقدتك دي كسراني كأن أنا اللي وقعت يا فضل. قوم بقى. قوم بقى. أنت بتعمل إيه هنا؟ اتفضل اطلع بره. في إيه؟ اطلع بره. في إيه؟ أنت بتعمل إيه هنا؟ كنت جاي أخلص حسابات هنا في المستشفى. لقيت الأستاذ بيشيل أجهزة من على فضل بيه. إيه؟ لا الحكاية دي ما تسكتش عليها أبداً. أنا هطلب البوليس فوراً. في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟